بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو نكتشف مع بعض سبب يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسخين واحتراق مضخة الماء، وآثار هذا التسخين لاحظوا على الغطاء وعلى المروحة. وسبب هذا التسخين المفرط هو توقف المحرك عن الدوران، وحتى الاستعانة بهذا البانس لا يسمح بتدوير العمود. وهذا التوقف إذن يؤدي إلى ارتفاع كبير في التيار الذي يطلبه المحرك، فتسخن ملفات الساكن وكل تسخين زائد عن اللزوم غير مرغوب فيه، لأنه يجهد المحرك ويقلل من مدة استعمال هذا المحرك. وللأسباب التي ذكرناها ولتفادي احتراق المحرك، يجب قطع التيار بسرعة إذا لاحظنا أن المضخة توقفت عن ضخ الماء. ولكشف سبب هذا التوقف سنقوم بفصل وفتح المضخة. نفصل أولا أسلاك التيار الكهربائي الموصولة بالمضخة. ونفصل هذه الرأس عن جسم المضخة. وكما نرى هنا فإن تكون هذه الطبقة من الكركر هي التي تعيق دوران التوربين. ولإزالة كل هذه الترسبات سنعيد غلق المضخة ونقوم بتنظيفها باستعمال الأسيد كلوريدريك والمعروف باسم روح الملح. ولأن هذا المحلول الحمضي يؤثر على البلاط، لذلك سنستعمل إناء بلاستيكي لتنظيف المضخة. كما نستعمل هذه القفازات لحماية اليدين من تأثير المحلول. وكل ما سنقوم به هو تفريغ كمية من هذا المحلول عبر هذا الأنبوب مع غلق الأنبوب الثاني. والآن كما نرى عمود المضخة يدور، وسنعيد فتح هذه الرأس لإزالة ما تبقى من شوائب. ولإتمام تنظيف هذه القطع يمكن استعمال الورق الزجاجي أو ما يعرف بالبابي فار.
وهكذا يصبح مظهر هذه القطع بعد إتمام تنظيفها. ثم نقوم بتجميع هاتين القطعتين، لكن قبل ذلك يجب إعادة هذا الجوانب. وقبل إعادة تركيب المضخة نتأكد من أنها لم تحترق ولا زالت تشتغل. وأخيرا نستبدل هذه النجوى أو الكتمة التالفة بأخرى جديدة مع إضافة طبقة من التيفلون لمنع تسرب الماء.